الحاجه. يوم الفرح ده يعني 90% من الناس في يوم الفرح بتحصل خناقات وفي تفاصيل كده ما تبقيش فاهمه هي طلعت منين من تحت الارض، يبقى في الصوره وحشه، الفستان، البدله، بيبقى في تفاصيل مزعجه بتحصل يوم الفرح. ها لا بصي، مبدئيا سواء كان اهلي او اهل شريف هما ما كانوش بيتدخلوا في العلاقه ما بيننا نهائي خالص. اللي احنا عايزينه هو اهم حاجه ابقى مبسوطه وهو يبقى مبسوط. بالظبط. كان في خناقه حاصله وهو ده كان شكلنا. احنا متفقين ان احنا ننبسط، يعني مش عاملين فرح عشان خاطر الرمش لو وقع هعيط ولا الفستان لو هو بس كان اهم حاجه عنده في الفستان هو كان عايز يشوفه، وانا اقول له والله مش حلو. فال مش حلو ان انت تشوف الفستان، يقول لي بس لو لقيت حاجه ما عجبتنيش والله العظيم ما هطلع. انا شعبي شويه ابن بلد يعني، ما فما احبش بقى المفتوح قوي والحاجات دي. انا يعني كل واحد حر يعني، فانا اشوف تقول لا مش هوريه لك يا ست، اشوف ده فال وحش. هي ايه فال وحش يعني؟ اشوف الفستان. لا هو قلت لها بقى لا لا قلت لها في الفستان لا الحمد لله يعني كان الدلع بس وخلاص. اللي انت بتقوله ده دلوقتي اللي انت بتقوله ده الحمد لله. لا لا قمر 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 والله. بصي كنت سعيده وفي ايميل والله مبسوط والله. لا احكوا لي عن الفرح يا جماعه، يعني مين اللي كان موجود؟ اتفاجئتي بمين؟ انا مبدئيا خلصت قبل شريف، مبدئيا يعني انا جهزت وخلصت قبل شريف ونزلت اتصورت فوتو سيشن وكان الباشا مجهز اساسا. كنت بعمل انا بقى ايه فوته سخنه وفوته ساقعه بروق على حالي يعني. انت عارفه عشان العروسه تجهز محتاجه كام 100 ساعه عشان تجهز؟ والله العظيم جهزت قبليه والله حسبتها كده وقلت هتاخد وقت كبير فابدا متاخر، فبدات متاخر طلعت هي خلصت قبل مني. وتاخرت يا بيه على الزفه؟ شويه ونسي الورده يحطها في الجاكيت وصورنا الفوتو سيشن كله من غير الورده داخل لي بيها بقى القاعه. الحاجات دي يعني انت عارف بقى الذكريات دي لا تنسى يا شريف. انت مش بعد ربنا يديك كل عمر والصحه بعد 50 سنه جواز هتفضل تعايرك بالورده اللي مش في الجاكيت؟ لا والله. والله انت فاكرني بهزر؟ طب احنا قدام الناس دلوقتي هتعايرينا؟ اقول اعايرك مش هتعايرينا عشان لا يعني في حاجات في نفسيه الست ما بتتغير يعني. نسي الورد والله. شوف الرومانسيه وهي ماسكه الدف ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر عليك. لا قمر يا اخويا شغاله اهدى والله العظيم جاي يعني الجامد والله العظيم جاي جيمس بوند يا جماعه. ايه العسل ده؟ دبل او 7 يا شريف. ايه القمر؟ صور جميله صور جميله ربنا يسعدك جدع. الراجل اللي ورانا على اليمين ده مش عارف مخنوق ليه، في حاجه مضايقاه والله، في حاجه كانت حاجه مضايقاه ساعتها. لا يعني هو بيتفقد. لا دي صوره رقيقه هنا بقى، هي دي صوره كده. انا هنا كنت نازله قبليه والله قعدت ساعه الا ربع بتصور وهو كان لسه مجهزش.